السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في امل كيتشن. اليوم الحلقه غادي نصاوبوا واحد الوصفه اللي كان نستهلكوها بزاف في شهر رمضان. انا بعدا كنستهلكها بزاف في شهر رمضان فاش كنت في المغرب. سو كنحتاجوا هنايا عندنا 3 حتى 4 ديال بطاطا صغار منقيين ومقطعين طريفات صغار ومغسولين. انا مازال ما حيدت الماء من هنا. عندي 5 ديال البيضات، الملح والابزار على حسب الذوق، وشويه ديال الكمون، وكاين اللي كيدير الشاونيه بابريكا، وكاين اللي كيدير البصله العاديه. انا غادي ندير البصله الخضاريه جرين اونيونز والمعدنوس مقطع طريفات. نبداو دابا غادي نطيبوا بطاطا. غادي نصفيها من الماء ونخليها تسقطر تتولي ناشفه، وغادي نقليها في الزيت بحال كنقليو الفريت. وكاين اللي كيطيبها شويه مع البصله العاديه. انا هذه هي الوصفه اللي كبرت عليها وشتها في المغرب من جداتي والوالده ديالي. سو كنقطعها طريفات وكنقليها، ومن بعد ما كنقليها بحال الطريقه اللي كنقلي فرنش فرايز يعني الفريت، وكنحيدها من الزيت. غادي نقليها دابا ونشوفكم. البطاطا ديالنا هي كتقلى، ومن بعد ما تقلى كما قلت لكم غادي نطيبها كيفاش كنطيب الفخيط ديالي، ونسقطروها من الزيت ونحيدو الزيت من المقله، ونخليو غير شي شويه ماشي بزاف باش غادي نمزجو داك الخليط ديال اللي غادي نصاوبو من بعد، ديال البيض ومعدنوس جرين اونيونز البصله الخضاريه والتوابل. هي البطاطا ديالنا قربت توجد. انا ما غاديش نخليها محمره بزاف بحال فرنش فرايز، ولكن المهم تكون صافت رطبه من الداخل. غادي نحيدها من الزيت، وغادي نحيد هذا الزيت اللي في هذه المقله، ونخلي مقدار ديال معلقه واحده. ومن بعد ما كتقلينا البطاطا وكتنشفوها وكنشفوها من الزيت، كنحطوا في اناء هاد 5 د البيضات، وكنضيفوا لهم جرين اونيونز والمعدنوس البصله الخضاريه والمعدنوس كنطفيو لهم، وكنزيدو البزار والملحه على حسب الذوق والملحه والكمون. كما قلت لكم كاين اللي كيدير الشاونيه، انا ما كنديرهاش. ونخلطو مزيان هذا المزيج هذا الخليط، نمزجوه مزيان. كنحصلوا عليه بحال هكا باش غادي نزيدو على بطاطا ونحصلوا على التورتيه ديالنا. وانتم كما شفتوا حيدت البطاطا وخليت مقدار ديال معلقه واحده ديال الزيت. غادي نضيفوا البطاطا ونضيفوا المزيج ديال البيض مع المعدنوس مع البصله والتوابل، ونوزعوا هذا الخليط ونخليوها تطيب مع من جهه، ومن بعد ما تطيب من جهه نقلبوها في الطبسيل ونردوها عاوتاني في نفس المقله باش تطيب من الجهه الاخرى. نحركوها بحال هكايا ونخليوها تطيب. هانتوما كيفما كتشوفوا راه طابت من التحت، ولكن ما بغيتهاش تحمر بزاف ومشي تحرق لينا، والفوق راه باقي شويه. غادي نقلبها في الطبسيل هذا ورجع عاوتاني للمقله، ولكن غادي نقلبوها دابا حنايا. غادي نديرو الطبسيل بحال هكايا، غير نحاولوا شويه لان غادي هذاك البيض اللي شويه باقي من الفوق يقدر يهبط. هايغو انتما كما كتشوفوا، وغادي نردوها شويه شويه للمقله.
الثانية غادي نطيبوها على الجهة اللي ما طيباش. وهذا هو الشكل النهائي ديال مراكن التورتية، التورتية ديالنا. وكما قلت لكم احنا كنستهلكوها بزاف في رمضان، وكنعرفوا دابا رمضان مقبل ان شاء الله. كنتمنى الحلقة عجبتكم، وما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو ديال امل كيتشن وتشاركوا في القناة. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my channel, share the videos and the recipes. شكرا مرة أخرى. Thanks again. Bye.